وينضم إلينا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا أستاذ نهاد، حياك الله. عند حديث الجانب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على استمرار الحرب حتى النصر، وأيضا بيني غانتس يتحدث على في حين ربما قد تكون هناك صفقة لتبادل أسرى، قال لنا سنكون مشددين يعني في أي صفقة مقبلة. الحديث يعني يزداد في هذه الآونة الأخيرة عن صفقة لتبادل أسرى، هل بثنا على ربما مسافة قريبة من صفقة جديدة قد تبرم بين حماس وبين الإسرائيليين، وعلى أي أساس؟ صباح الخير وتحية لك ولطاقم الغد وللمراسلين وللجمهور المشاهدين. الحقيقة الحديث عن الصفقة مستمر يعني منذ أسابيع، لكنه تعطل أو تجمد توقف عند اغتيال الشهيد الشيخ صالح العروري. كانت المواقف تكاد تقترب، خصوصا مع وجود مبادرات متعددة مصرية وقطرية وأمريكية أيضا، واستعداد إسرائيلي. حتى هناك قرار في المجلس الوزاري مصغر لإجازة مبدأ التنازل عن بعض يعني الأشياء التي كانت تتمسك بها الحكومة الإسرائيلية، أي أن الحكومة أباحت مبدأ الصفقة، لكن اغتيال الشيخ العروري ثم بعد ذلك الخسارة الفادحة التي تكبدتها إسرائيل في المعركة في أول أمس يعني قبل يومين في المخيم المغازي. ولكن أستاذ نهاد، أنا لماذا قلت أنه في الآونة الأخيرة بات الحديث عن هذه الصفقة بشكل كبير، وقلت على أي أساس؟ لأن حماس ترفض الذهاب إلى أي صفقة قبل وقف لإطلاق النار. صحيح، يعني هناك نقاط مشتركة بين المبادرات المصرية والقطرية والإسرائيلية، وهناك نقاط خلاف جوهرية. النقاط المشتركة هي وجود صفقة على مراحل تشمل تبادل لإطلاق الأسرى مع هدى إنسانية مؤقتة، لكن إسرائيل تتمسك بمطلب عدم وقف الحرب، استمرار الحرب. ربما تقصد بذلك الانتقال من شكل إلى آخر، لكن واضح أن نتنياهو هنا بات مرهونا وأسيرا لمواقف اليمين المتطرف، ولا يستطيع أن يعد بوقف الحرب، لأنه في حال توقفت الحرب حلفاء اليمينيون سوف يسقطون الحكومة، وبالتالي هو سيخسر بقاءه في المنصب. لذلك هناك ضغوط متعاكسة على نتنياهو، بعضها من داخل المجتمع الإسرائيلي، بعضها من أطراف دولية وخاصة من الولايات المتحدة، وبعضها أيضا من الميدان، المقاومة الفلسطينية والصمود الفلسطيني التي تفشل أي محاولة له لتحقيق إنجاز في هذه الحرب. أي إطالة لهذه الحرب لا يمكن أن يفيد إسرائيل على الإطلاق، ما دمرته دمرته، بقيت بعض المواقع في مدينتي رفح وخان يونس، لكن الدمار واسع جدا، ونحن على أبواب يعني أعتاب ربما قرار يطلب وقف الحرب من قبل محكمة العدل الدولية. إذا نتنياهو يطارد نصرا وهميا لا يستطيع أن يجزه. حتى اليوم يعني ما ذكرتموه قبل قليل عن خطابه في الكنيسة، أن صورة تدمير البرلمان، لاحظي البرلمان لم يتحدث عن تدمير أنفاق، لم يتحدث عن تدمير مؤسسات تابعة لحماس، تحدث عن تدمير المبنى الذي هو ميدان الديمقراطية، ميدان الرأي والتمثيل الشعبي في فلسطين. لا يريد الفلسطينيين أن يكون لهم برلمان، وبالتالي قال هذا هي صورة نصر، مع أنه صورة نصر كهذه كان بالإمكان تحقيقها بغارة جوية واحدة وليس بحرب. حتى الآن مضى عليها 110 أيام وقد تستمر لأشهر طويلة أخرى كما قال نتنياهو. وبالتالي صحيح ما زالت بالنسبة لموضوع الأسرى المواقف متباعدة، لكن فرصة الجسر بين هذه المواقف ما زالت قائمة، لكن لا يمكن أن يعني لا أتوقع أن يكون ذلك في وقت قريب. يمكن أن تجزأ الصفقة على مراحل، لكن بلا شك أن نتنياهو يندفع وراء أهدافه ويهمل موضوع الأسرى الإسرائيليين إلى درجة بات الأغلبية غالبية الشارع الإسرائيلي تتهمه بإهمال موضوع الأسرى وتعريض حياتهم للخطر. طيب، الولايات المتحدة تقول أن بريت ماكجورج في الدوحة الآن لمناقشة أيضا صفقة تبادل الأسرى، وهذه ليست أول مرة يذهب فيها إلى الدوحة لمناقشة هذه الصفقة. هل باتت تعي الولايات المتحدة أن التصعيد الذي ذهبت إليه، أو حتى أنها لا تقوم بأي ضغط على الإسرائيليين، إن كان في الضفة الغربية ولا رفع الحصار عن غزة ولا حتى معركتها في أو أزمتها في البحر الأحمر، هل باتت تعي الولايات المتحدة أنه لابد من وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، لأن الأمور ذاهبة إلى أزمة كبيرة ربما قد لا يستطيع لا الأمريكي ولا الإسرائيلي منع الكارثة التي قد تحدث؟ نعم، يعني يمكن لا يوجد مسؤول أمريكي إلا زار المنطقة وزار إسرائيل، بعضهم من باب التضامن، بعضهم من باب التخصص المهني في الجانب العسكري أو السياسي،
والآن هذا المستشار يأتي لمتابعة موضوع الصفقة حصريا، وسيزور عدة عواصم ويلتقي مع عدة أطراف. الولايات المتحدة علاقتها بإسرائيل مع هذه الحكومة ملتبسة جدا، هناك تأزم بالعلاقات الشخصية بين نتنياهو وبايدن إلى درجة القطيعة. بعد 28 يوما من القطيعة جرى اتصال هاتفي، وهذا الاتصال أيضا تسبب بمزيد من التباغض والتباعد، وحتى أن يعني هناك يعني حالة جديدة تجددت القطيعة، ليس فقط مع الرئيس الأمريكي بل حتى مع الرئيس المصري أيضا الذي رفض استقبال مكالمة من نتنياهو. نتنياهو لا يرى أي شيء سوى هدف الحفاظ على تحالفه اليميني الذي يضمن له البقاء في السلطة. هو لديه ائتلاف من 64 مقعدا، لا يرى الشارع، لا يرى الاحتجاجات، لا يرى الأسرى، لا يرى الخسائر البعض في صفوف الجيش، ويواصل مواصل يعني يواصل مطاردة الأهداف التي لا يمكن تحقيقها. رغم كل ذلك الولايات المتحدة تتصرف وكأن هذه الحرب تخصها هي لها يعني بشكل أو بآخر، ولذلك توفر لها الدعم السياسي، توفر لها الإسناد العسكري، وأيضا تبذل جهودا حثيثة متواصلة بغية الوصول إلى صفقة للإفراج عن الأسرى. هناك أهداف خاصة بالولايات المتحدة، لأنه بين الأسرى على الأقل هناك 3 أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، وهؤلاء هم مادة للحديث في عن الانتخابات الأمريكية. يعني يمكن أن يطعن بموقف الرئيس بايدن أنه أهمل وجودهم، ولذلك يحرص الرئيس بايدن على إظهار اهتمامه بأي جندي، مع أنه لا يهتم بفلسطينيين يقتلهم الجيش الإسرائيلي يوميا، ومن بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية كما جرى قبل عدة أيام في خليط المزرعة الشرقية قرب رام الله، وكما جرى مرارا خلال العامين الماضيين. فبالتالي هناك غياب رؤية سياسية استراتيجية ليس فقط لدى الإسرائيلي ولكن حتى لدى الأمريكي. أستاذ نهاد، لا طبعا هناك رؤية استراتيجية أمريكية. الأمريكيين يعني ضغطوا على إسرائيل مرارا وتكرارا حتى قبل هذه الحرب، ونصحوا الحكومة الإسرائيلية، نصحوا نتنياهو شخصيا بأن ينفك عن التحالف اليميني وأن يسعى إلى التفاهم مع الجسم الرئيسي للأحزاب الإسرائيلية بهدف مساعدته في الاندماج بالإقليم وتطبيع العلاقات مع أطراف عربية ودولية، وإيجاد مسار سياسي لحل القضية مع الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء فقط بالمسار التصعيد العسكري كما يحصل في الضفة أو كما كان يحصل في الضفة قبل الحرب. هذا المسار لم يستمع له، أو هذه النصائح لم يستمع لها نتنياهو على الإطلاق، وواصل سياسته الرامية لحسم الصراع بالقوة وتحالفه مع اليمين المتطرف. ولذلك الولايات المتحدة كثيرا ما تحذر إسرائيل من أن سلوكها العسكري وإصرارها على الحسم العسكري يعرض مصالحها الاستراتيجية للخطر. هناك رؤية استراتيجية أمريكية ترى دورا مهما جدا لإسرائيل في حماية مصالح أمريكا وفي التكامل مع مخططات أمريكا الاستراتيجية، بأن أمريكا تريد أن تعود بقوة إلى الإقليم الشرق الأوسط وتضع حدا للتمدد الصيني والنفوذ الروسي بلا شك. وهذا الأمر حتى عبر عنه الرئيس بايدن حين تحدث عن الممر بين الهند والخليج وأوروبا. لكل ذلك أمريكا توكل ولكن دورا مهما لإسرائيل. الجميع يعلم أن الولايات المتحدة قادرة على اللجم نتنياهو وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبايدن أبدى ذلك شخصيا لنتنياهو وقال أنه يجب تحديث إحداث تغيير في حكومة بنيامين نتنياهو. ولكن أنت رأيت ما صرح به الوزراء اليمينيين المتطرفين في حكومة نتنياهو، وتحديدا بن غفير عندما قال شكرا للولايات المتحدة على الدعم ولكننا لسنا نجمة في عالم الولايات المتحدة. نعم يعني الولايات المتحدة قادرة من حيث القدرة، لكن هي لا تستطيع يعني لا تريد أن تفتح على نفسها معارك داخلية، لأن لإسرائيل وللوبيات الصهيونية قوى داعمة داخل الحزب الديمقراطي وداخل الكونغرس وداخل مجلس الشيوخ. هؤلاء يستطيعون تعطيل أي قرار للرئيس الأمريكي، ويستطيعون توليد معارضة شديدة له في سياساته، وربما يعطلون انتخابه. صحيح أن هناك معارضة من الجانب الآخر معاكس تماما، وهو القواعد ذات الأصول العربية والمسلمة، وحتى بعض الأمريكيين من أصل أفريقي أو لاتيني أيضا يعارضون سياسة بايدن. لكن الأكثر تأثيرا ليس في مجال الشعبية بل في مجال التمويل بشكل خاص، في مجال دعم الحملات الانتخابية، هي اللوبيات الصهيونية التي تملك نفوذا واسعا جدا في المجمعات الصناعية والعسكرية، في مراكز المال، في الإعلام الأمريكي. ولذلك الإدارة الأمريكية غير معنية بفتح معركة ربما يستطيع نتنياهو وحلفائه الإسرائيليون والأمريكيون
أن يلحقوا أذى كبيرا بالرئيس بايدن وحملته الانتخابية. لذلك العلاقات الأمريكية الإسرائيلية دائما هي حساسة. هناك في إسرائيل من يعتقد أن إسرائيل مهمة للولايات المتحدة أكثر مما هي الولايات المتحدة مهمة لإسرائيل. طبعا هذا كلام فيه مبالغة وهو خطأ، يردده بعض الساسة الأمريكيون الذين يقولون، حتى بايدن نفسه كان يقول أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لخلقناها وأوجدناها. هناك مرشحون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يقول أن إسرائيل مهمة لنا أكثر مما نحن مهمين لهم. طيب بس نكتفي بهذا القدر. أستاذ نهاد أبو غوش الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم.